بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. باش ناخذ توا موقف هؤلاء الجهال إزاء أيام الشهر. يقول لك مثلا اليوم اليوناني من الشهر أي غرد جوان مثلا هو يوم لصالح الإنسان غير دليل من السماء ولا من رسول الله رسول السلام عليه السلام، واليوم التالي له طابع آخر، واليوم الثالث رد بالك تقدم على شيء تندم عليه، لأن ذاك يعتبره اليوم الثالث هو يوم خاص بقابيل القاتل أخيه عليه السلام هابيل عليه السلام، وقابيل مجرم منا كانت حتى الشعراء والأدباء يثبتوا حالهم اللي هي حال اليوم تحت هلع كبير سانسول جو دو لا تير، وانت ماشي الرابع الخامس انت ماشي والاخير ما عرفش اعتبروه، هل انت الشهر بك اليوم 30 ولا 31 بالنسبه للرزنامة الشمسية ما عرفش لا باش وسبوك، اما بالبشر ولا بالتشاؤم نسأل الله السلامة.